محبه مطبخ ذلك المشروع مباراه والتوقف مباشره كبيره في محاكاه هذا الشؤون كانه نشوف مباراه الدوري الانجليزي يعني اليوم جمله فريق امريكا فريق الدوري هذه مشكله مباراه تفتح لكل كل يعني على مستوى العالم كنظن حقيقة كتعرفوا بأن الفريق ديال اتحاد طنجة ما عندوش من غير الفوز، فريق اللي كنحبوه وكنحترموه، فريق جميل، مدينة جميلة، جمهور رائع، وفي واحد لا سيتوياسيون اللي بكل صراحة كنظن بأن جميع المغاربة ما كيبغيوش يكون في هاد لا سيتوياسيون اللي هو فيها، يستحق ما هو أفضل، وما عندهمش هما في أي مقابلة كيخوضوها في الدور الثاني ما عندهمش من غير انتصار. فكنعرفوا بان هادي يكونوا هما اللي يلعبوا لوفونسيف تقريبا بواحد النسبه كبيره كبيره بزاف، وحنا كتعرفوا بان اللاعبين يعني في كل اسبوع كيتحسنوا خصوصا فيما يتعلق بالجانب في لا تروازيام زون، كنحاولوا اننا نلعبوا حنا بواحد الضغط اللي عالي كوساسوا دوميسيل ولا ليكستيريور، كنحاولوا كذلك اننا نلعبوا بواحد الشخصيه كبيره اللاعبين توفقوا بها من اول مقابله ضد جديده وبقاو غاديين وكيكبروا في هاد الجوج ديال الاشياء. واذا كانت باين من الاول بان مقابلات تكون مفتوحه، حنا نقلبوا على الانتصار وهما اتحاد طنجه يقلبوا على الانتصار، لان بالنسبه لنا المقابله بكل صراحه ما كانتش سهله، لانه كيف ما سبق لي وذكرت اتحاد طنجه عندهم ثلاث نقاط كتسوى الذهب وعليهم كان عليهم انهم ينتصروا، حنا كذلك كيف ما سبق لي وذكرت ما كنخدموا بواحد الاحترافيه كبيره، كنخدموا بواحد الجديه كبيره، عندنا لي زوبجيكتيف ديالنا حتى حنا، عندنا الطموحات ديالنا، وكان بالنسبه لنا لي 3 بوان حتى هي من ذهب مع الاداء. يمكن كيف ما قلت للدراري من بعد المقابله فكنشكرهم بزاف على المجهودات اللي كيتداروا، المجهودات اللي داروا طيله السنه. ما تنساش بان لاعبين الاغلبيه كيف ما سبق لي وذكرت بان اول سنه اللي كيلعبوا في هذا الريتم، بعض المرات بزاف المرات لعبنا جوج المقابلات في اسبوع وفي هذا لو ريتم، وكذلك الحصص التدريبيه كدوز في واحد لانتونسيتي اللي عاليه لا بلوبار دي فوا، اذا بالنسبه لهم كان واحد الشيء جديد ولكن تعاملوا معاه بواحد الطريقه جيده كثير. حقيقه ان مؤخرا سي نورمال على غرار مثلا العشر دقائق الاخيره لاحظنا ان كاين بعض العياء في الرجلين ديال اللاعبين وكنلاحظوها هذه واحد المده، ولكن هذا عادي لان هاد اللاعبين هادو يمكن داك لا شارج وي سون با بيتوي، ولان هذا كامل داخل داك لا بروسيدور ديال 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 التلقين وديال انهم يتعلموا وياخذوا هذا الشيء هذا. وانا سعيد بهم بكل صراحه لان شفت بان كاين واحد الروح، كاين واحد التركيز، كاين واحد التطبيق ديال الاشياء اللي قمنا بها على غرار الاهداف اللي تسجلوا، كاين كذلك واحد استماته في الدفاع على القميص، كاين كذلك واحد احساس بالمسؤوليه، وخصوصا كاين حتى في لا فاتيك كيحاولوا يديروا لي زافور، وهذا شيء جميل كيبين بان من الناحيه الذهنيه كاين واحد التطور كبير. وما ننساش كذلك بانني سعيد كثير لان الا لاحظتوا لاعب جريمي لاعب شاب شفتوا كيفاش ادى، وكنت سعيد كثير بالاداء ديالو، وكاينين اللاعبين كثار اللي تحسنوا بكل صراحه بلا ما نهضر على منعوس بلا ما نهضر على النقاش، هادو لاعبين ولا ياسين الخليج ولا احمد الخليج ولا زحزوح ولا انس الضو اللي دخل وادى بطريقه جيده واللي مؤخرا ولا كيقرب اكثر واكثر باش ياخذ هو الحدود ديالو والمكان ديالو. كنا لنا بزاف ديال اللاعبين وجايين لاعبين اخرين، بزاف ديال اللاعبين اللي فهموا ودخلوا في ما هو لو جوور بروفيسيونيل وشنو هما لي كاتر بارامتر سور لو بلان فيزيك تكنيك تكتيك اي مونطال، واللي هما اللي كيبينوا ولا كيوجدوا شكون هو هذا اللاعب اللي يمكن ان الانسان يثق فيه في مستوى كبير. كنظن على انه كيف ما قلت اللاعبين انا سعيد بهم وسعيد بالاداء اللي كيعطيو. ما كان سهل، سي فغي اننا كنا باغيين نربحوا، سي فغي اننا كنا باغيين لي 3 بوان دوميسيل، ثم كتعرفوا حنا فريق كنلعبوا بواحد الشخصيه ديكستيريور ولا ادوميسيل بحال، ولكن المقابله كانت صعبه. اتحاد طنجه عنده لاعبين متمرسين، لاعبين كبار، عندهم لا كاليتي، عندهم لا بويسونس في الخطوط الثلاثه. انتم لاحظتوا كانوا فاش بارفو فاش كيدخلوا لا تروازيام زون تيسبقوا الكره بزاف المرات خصوصا في الشوط الاول، كانت الموتيفاسيون كبيره. انا كنظن بان لو كان كانت لا موتيفاسيون ديالنا اقل منهم كنا غادي نخسروا، لان كان واحد البارامتر اللي هادي كان الولد يرد الكفه واش
اتحاد طنجة ولا لينا هو لا موتيفاسيون. كنظن حنا لو كان خلينا شوية في لا موتيفاسيون كنا غادي نخسروا ونخسروا بأهداف كثيرة. كنظن من هذا الجانب هذا تحدثنا مع اللاعبين، وكنظن بأن طبقوا الأمور اللي خاصها تطبق لا من الناحية التكتيكية ولا من الناحية الدينية. نكون معك صريح، يعني حنا كان الطموح ديالنا والهدف ديالنا كان هو اننا في بداية الموسم اننا نصوفي، لان هذا هو كان الهدف الاول ديال الفريق. من بعد واحد المقابلات ومن بعد الدور الاول بانت لنا بان كاينه الامكانيه ديال اننا نصارعوا من اجل 4 بلاس و 5 بلاس بوكو با 3 بلاس، لان في واحد الوقت من الاوقات كنا قرابين ليها، لا اداء ولا نتيجه ولا من الناحيه الشخصيه ولا. يمكن الا شفنا الخمس مقابلات اللي قبل من هذه كيفاش دازت كنحسوا بان هذيك 15 نقطه تحرمنا منها. الان كيف ما متفقين حنا كاملين ان الا نقدروا اي حاجه نقدروا عليها الفوق غادي نمشيو لها بكل جديه وبكل مسؤوليه، بغض النظر على شكون اللي غادي يلعب، واش شاب واش متمرس، بغض النظر على الفرق الخصم اللي غادي يلعبوا ضدها. اذا حنا ما غاديش نتوانوا اليوم، كما قلت لكم كنا باغيين نمشيو لي 3 بوان، من كنا عارفين كذلك الصعوبه ديال المقابله ضد فريق اللي ربح مؤخرا مقابلات كثار وضد فرق كبيره، ما كانش مقابله سهله بالنسبه لي كما قلت لاعبين ان بون بوان. ولكن المقابله الجايه بغض النظر على الخصم شكون هو، حنا اكلاب كانوا 12، كانت 4 ديال المقابلات كان خصنا 12 نقطه، كنا غادي ل 12 نقطه. دابا مشات لنا المقابله بقاو 3 9 نقاط، نمشيو 9 نقاط الا نقدروا عليهم نمشيو نجيبوهم، الا نقدروا على 6 نمشيو 6، الا نقدروا على 3 نمشيو 3، من اللي نقدروا عليه ما نخليوش من الجهه ديالنا مقابله ديال بركان مقابله نمشيو لها باش ننتصروا. كيف ما راه معهود دابا وكيف لا ولا معروف النادي ديال تواركا، انا بكل صراحه كنسعد باش كنتلاقى بناس في الشارع وتيقول لك بان من بين المقابلات اللي ولاو كيحبوا يشوفوها هي المقابله ديال تواركا، فهذا كيسعدني في اول موسم لان ولاو كيشوفوا لاعبين شباب او لاعبين مخضرمين، كاين واحد المزيج بيناتهم وكاين واحد الروح، وكاين كما قال السؤال الاول الاخ بان كاين واحد لاعب مفتوح، وهذا كيفرض على الفريق الخصم باش ان حتى هو كيادي واحد اللاعب مفتوح، لان كنلعبوا حنا كيف ما قلت لك كنلعبوا على الهجوم، كنلعبوا باش اننا نضغطوا ضغط عالي، كنحاولوا ان الكره تكون سريعه يكون الايقاع سريع، والا كان الفريق كذلك حتى هو باغي نفس الشيء فكتعطينا واحد الطبق كروي اللي جميل واللي فيه فرجه للناس اللي كيجيو واللي كيتمتعوا. شكرا لكم.